قضى مستظاما بضيق السجون، قضى مستظاما بضيق السجون، يكابد بالهم أحزانها، فكيف السبيل لنيل الحياة عقيب الإمام الذي زانها؟ أيرقى لعيني طيب الرقاد، وهل تألف الروح سلوانها؟ وتلك الإمامة تنعى على فقيد تضمن فرقانها. رحم الله من نادى وإماما. نعم، وتلك الإمامة تبكي على فقيد تضمن فرقانها، أتاح له السوم أشقى الورى. أيوا ويلا، وأوقد أحشاه من نيرانها، وأثقله بضيق القيود، وأثقله بضيق القيود، ولم يرعى في الحق ديانها على الجسر. وويلي، على الجسر ملقا برمضائه، وقد أشفت القوم أضغانها. يا قلب ذوب يا دمع عيني، تحدر للي بقى بسجن الرجس قلبه مفطر، ما عاش في الدنيا ولا ساعة هنية، سرداب مظلم جرع كاسات المنية، بالسجن ما يعرف نهارا من العشية، هضم صبر قلبه تفطر والصبر مر. ويلي، أمر الطاغي تشيل بن جعفر حمامي، شالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاجيل، فوق الجسر مطروح وبرجله زناجيل، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى، شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة، من عاينهم غللوا بالساق قادة،
تروح فوق الجسر ما فكوا حديد. صاحت يا ابو ابراهيم يومك صايرك شق، عزنا تبدل يا فخر طيبه وتهامه. يلا صوتك ها. كل يوم نترجاك تطلع بالسلام، اثار الدهر بقلوبنا الصواب سامة. فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر، رحم الله من نادى وإماما. لكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في هذه الآية بشارة من قبل الله تبارك وتعالى للمؤمن العامل. ما هي هذه البشارة؟ أنك أيها المؤمن إذا برهنت على إيمانك بعمل بفعل يدل على إيمانك، الله سيجعل لك في قلوب الناس الود والمحبة والإقبال، يعني إقبال القلوب. مفتاح محبة الناس لك ماذا؟ إيمانك وعملك. وهذه بشارة وعهد ووعد إلهي على ذاته على نفسه. اعمل، برهن على إيمانك، أنا سأجعل أفئدة من الناس ماذا؟ تهوي إليك. هذا هو المفتاح، هذا هو السر. هنا اختلف المفسرون في معنى الجاعل. سيجعل لهم الرحمن ودا، شنو يعني يجعل؟ هل معناه أن هذا الجاعل يكون في يوم القيامة بعد موت المؤمن أم لا؟ هو معنى اتفق عليه معظم المفسرين، هو أن هذا الجعل يكون وين؟ في عالم الدنيا، في هذه الدنيا، في هذه الحياة. ثم قالوا شنو يعني جعل؟ هل بالأسباب الظاهرية؟ يعني تخلي أوادم تجي لك وتتودد، لو يعني بالسبب الطبيعي للمحبة مثل الصداقة، مثل النسب، مثل اصطناع المعروف لك. هذه أمور لابد أن ماذا؟ أن تودد الناس من بعضهم البعض، أن تقربهم من بعضهم البعض بهذا النوع. يعني إذا كنت مؤمن وعامل، الله يقرب لك الناس بماذا؟ بهذه الأمور، الأسباب الطبيعية، يعني يصيرون أصدقائك. لا، مو هذا المعنى. المفسرون قالوا لا، الجعل يعني القذف من غير وسيلة، من غير سبب. ترى ذلك المؤمن العامل،
تجتمع عليه قلوب الناس. هالشكل كمثل قذف الرعب في قلوب الكافرين. نفس الشيء الله يقذف المحبة والمودة في قلوب الناس لمن؟ لذلك المؤمن، لذلك العامل. هذا التفسير العام، لكن أكو عندنا تفسير خاص في روايات أهل البيت سلام الله عليه، فسروا معنى الود، معنى المحبة. الرواية الأولى وردت في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام. شو يقول؟ أقرأ لك النص، نص هذه الرواية. قال الإمام الصادق عليه السلام أن سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين كان جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي، النبي يخاطب من؟ يخاطب أمير المؤمنين، فقال له النبي قل يا علي، أمره بماذا؟ بالقول. هذا القول دعاء، يعني ادعو يا علي. شنو هالدعاء؟ قال له قل يا علي اللهم اجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، فنزلت هذه الآية. هذه الرواية الأولى. الرواية الأخرى نفس المعنى لكن بألفاظ أخرى وتعابير أخرى، هذه يريدها العياشي في تفسيره كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام. شوفوا هذا التفسير الخاص. تفسير عام أن أي مؤمن عامل شنو؟ الله يجعل محبة في قلوب الناس له، لكن أكو تفسير خاص. شوف تنبه. الرواية الأخرى أنه نفس النبي صلى الله عليه وآله دعا بهذا الدعاء في أواخر صلاته بصوت مرتفع لكي يسمع جميع الناس. شنو هالدعاء؟ قال اللهم هب لعلي المودة في صدور المؤمنين والهيبة والعظمة في صدور المنافقين. شوف أكو عندنا محبة ومودة في قلوب المؤمنين لمن؟ لعلي سلام الله عليه. وأكو عندنا هيبة ونفور وخوف من علي في قلوب من؟ في قلوب المنافقين. فأنزل الله هذه الآية، يعني جاء بها جبرائيل مبشرا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله قد استجاب دعاء رسول الله وجعل المودة في قلوب المؤمنين لعلي سلام الله عليه، وجعل الحيبة والنفور والبغض في قلوب المنافقين. نفس هذا المعنى أكو عندنا رواية في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا يقول فيها؟ يقول لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني، شنو؟ ما بغضني. ولو صببت هذه الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني، شنو؟ ما أحبني. هذا شنو؟ هذه نقطة الافتراق بين المؤمن وبين من؟ بين المنافق، أن المؤمن يكون له ميل قلبي وأن الكافر له ماذا؟ نفور. هذه الرواية تعطينا هذه القاعدة العامة، أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ويقدمهم علي مصادق لهذه الآية، أن الله جعل لهم مودة في قلوب الناس، ثم أن هذه المودة لا تكون مودة خالصة لكل الناس، لا، أكو هنالك من المنافقين المنسومين للناس لكن يمتلكون ماذا؟ نفور وبغض وابتعاد. يعني أئمة أهل البيت سلام الله عليهم عدهم قوة جاذبة للناس وعدهم قوة شنو؟ دافعة منفرة لمن؟ للناس. يجي واحد يشكل أقول أكو نشوف إحنا بعض المؤمنين ما حد يشتهيهم ما يطيقهم، وهذا خلاف الآية، خلاف العهد الإلهي. ونفس الشيء نشوف واحد سيرته غير حسنة لكن الناس كلهم ماذا؟ مجتمعين حوله. ولا لا،
هذه نقطة مهمة جدا لا بد أن نبينها للناس، أن الأئمة عندهم قوة جاذبة في موضعها وقوة دافعة منفرة في موضعها، ويستخدمونها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أكو عندنا كلام قرآني يبين هذا المعنى موجود في القرآن الكريم، عندنا آيات تبين هذا المعنى. وين؟ أنا أقرأ لك هذه الآيات، لكن قبل ما نقرأ الآيات خلنا نشوف إحنا أصناف الناس، نشوف وضعنا إحنا، نشوف واحد عنده فقط قوة دافعة، شاطر في صنع الأعداء كثير، ما يجذب إلى أحد، همه وشغله الشاغل شنو؟ خلق الأعداء له. هذا يمتلك ماذا؟ قوة الدفع، قوة النفور، قوة الإبعاد. هذا إنسان ناجح لو فاشل؟ فاشل، ما يقدر يعيش في المجتمع. ليش؟ لأنه دائما يكون ماذا؟ في حالة التوجس من انتقام الأعداء. أكو عندنا أفراد هالشكل، خلنا ندرس وضعنا نشوف بعض الأفراد ما حد يشتهيهم، ما حد يواطنهم، ما حد يبغي يقرب صوبهم أو يتعامل وياهم. هذا الفرد عنده قوة دافعة فقط، دافعة ومنفرة للناس. وأكو بعض الأفراد عنده قوة جاذبة فقط، بس سواء كان اللي يجذبه يعني يميل إليه مؤمن صالح أو طالح، هذا كذلك خطأ. اشوف واحد سبحان الله عليه إقبال من كل الناس، محبوب بين الناس، وروح شوف الناس اللي مجتمعين حوله، منهم المؤمنين ومنهم شنو؟ المنافقين، أصحاب السيرة السيئة. هذا خطأ، هذا مو مقبول. ليش؟ لأن قد يكون هذا الجذب فيه ماذا؟ فيه دعم للمعاصي من غير لا يشعر ذلك الإنسان. يجي لك واحد مثلا يكون حولك وهو تارك للصلاة، عندنا روايات أهل البيت تقول تارك الصلاة ما يتبسمون حتى في وجهه، ما يسلمون عليه. إذن أنت تجذب إليك من طريق آخر شنو؟ شنك قاعد تدعمه في هالمعصية؟ هذه القوة الجاذبة فقط مو مطلوبة في كل وقت. نعم أفضل من ذلك المنفر، أفضل من ذلك المدافع، لكن الجاذب لكل الناس هذا كذلك ماذا؟ على خطأ. إذن شو نسوي؟ نبغي ويش؟ نبغي قوة معتدلة، إنسان يدفع العدو في محله، وإنسان يجذب العدو وين؟ في محله بالدقة المطلوبة. هذا هو الإنسان الناجح. ترى خطأ إذا شفنا واحد ما عنده أعداء، هذا أمر غير طبيعي، خلاف الحقيقة العرفية بين الناس. إذا شوف لك واحد ما عنده أعداء يعني أكو مشكلة، أكو خطأ. طبيعة الإنسان يجذب الناس لمصلحة معينة في ظرف معين، ويدفع الناس متى في ظرف آخر. هذه طبيعة الأفراد، كل الناس هالشكل. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بهذا المعنى يدفعون وقت الدفع، وينفرون وقت النفور، ويجذبون وقت الجذب بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب لمصلحة مهمة جدا. أكو عندنا مثال قرآني واضح، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل إلى الله. شوف شلون السلم الثاني، الآية الأخرى السلم الآن، هذه الآية صحيحة السلم، بعدين نجي الآية اللي فيها سلم. شوف شلون هذه آية من الله تبارك وتعالى يبين للناس، يبين للمسلمين، شوفوا أنتم ما تقدرون تسالمون الآخرين إلا وقت المعزة، وقت الرفعة، وقت القوة، مو وقت المذلة تروحون تسالمون الآخر، هذا مو مطلوب. إذا تسالم الآخر يعني شنو؟ يعني جذب مو دفع. إذا هؤلاء هم ألقوا لك السلم والسلام، وأنت أيها المسلم في معزة في دينك وقوة، شو تسوي؟ تسالم، تجذب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. ليش؟ لأن هؤلاء هم الذين مدوا يد السلام، مو أنت تمد بوقت ضعف، أنت ما عندك قوة وتروح تسالم،
هذا مو مطلوب، انك تجذب العدو في غير ماذا؟ في غير محله. اذا متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى. شوف شلون هنا، متى انت تكون في قوة ودفاع ورفعة ومقام عالي أيها المسلم، أنت تمد يد العون. شوف شلون عندك ميزان واضح، متى تجذب العدو متى تنفر العدو، متى تجذب الناس إليك ومتى تدفع الناس عن ماذا، في موقف معين، في ظرف معين، في طريقة معينة. ولا يطلع على هذا الميزان إلا الله تبارك وتعالى، هو المشرع، هو الأعلم بمصالح العباد، هو الأعلم بمصالح العباد. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وآله، ثم الإمام المعصوم، ثم الذي يلي المعصوم، ثم الذي يمثل المعصوم، يعني الفقيه الجامع للشرائط. إذا كان فقيها اتفق الناس أو اتفق الفقهاء على فقاهته، هذا اللي تخلي لك ميزان. متى ما سالم انت تروح شنو؟ انت تروح وراه، انت مطلوب لك التسليم اساسا. ومتى ما عاد انت شنو؟ انت تعادي. ما نجي احنا نجتهد من انفسنا نعادي في وقت السلام ونسالم في وقت ماذا؟ في وقت العداء. لابد يكون عندنا ماذا؟ عندنا نظرة فاحصة، وإلا ضاع هذا الدين من غير لا نشعر. تكون عندنا اجتهادات خاصة في قبال ماذا؟ في قبال رؤية أهل البيت سلام الله عليهم. احنا البعض قد يعترض على العلماء في أفعال هم أعلم بظروفها. نجي نتحجج، نخلي عقليتنا بعقلية من؟ عقلية الفقيه بعقلية العالم. هذا خطأ غير مقبول. لا تقول لي أنا صاحب عاقل. نعم، تعقل الموقف من غير الاعتراف، ناقش الموقف فكريا من غير الاعتراف. على العلماء، على الفقهاء الذين يمثلون الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، نجي نشوفهم الآن، هم أعلم بالظروف، هم أنظر من غيرهم في الملابسات. فإذا سالموا لابد أن ماذا؟ أن نسير وراء سلمهم، وإذا عادوا لابد أن ماذا؟ أن نسير وراء عدائهم. لأن هذه النظرة الثاقبة تنم عن علم، تنم عن تفقه، عن نظرة ثاقبة في ماذا؟ في الأمور. هذا ميزان. ولنا مثال واضح في الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم استخدم هذه القوة، القوة الدافعة للعدو لمصلحة، والقوة الجاذبة للناس لمصلحة معينة. الإمام الكاظم طبعا كل الأئمة تجلت فيهم هذه المواقف، تجلى فيهم هذا الميزان، ميزان الدفع وميزان ماذا؟ النفور وميزان الجذب. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الكاظم عليه السلام استخدم هذه القوة وين؟ شوف، خلنا نشوف ملابسات العصر العباسي، بداية الملك العباسي شلون صار. العباسيين كانوا ماذا؟ كانوا في ملكهم مرتكزين على دعامتين. دعامة أن خلافتهم، يعني أشاعوا بين الناس أن خلافتهم خلافة شرعية. شلون يعني؟ يعني هم أئمة، هم خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وما هو دليلهم؟ دليلهم حق العصبة في الميراث. شنو يعني العصبة؟ إذا مات الإنسان ولم يخلف ولد وخلف بنات، لا يرثون إلا الأمور المادية، وإلا لا يرثون أي شيء أبداً. إذا منو اللي يرث إذا ما كان هنالك أخوان أخوة لتلك البنت؟ يرثه العصبة للميت. هذا إلى الآن معمول، إحنا عندنا تراها في قانون نفس الشيء، قانون بعض الأفراد
من المجتمع البحريني عنده هالشكل، ان اذا يورث الى بنته ما يعطونها شيء ابدا. من هو اللي يرث؟ العصبة. العصبة يعني الاعمام، ابناء الاعمام هالشكل. هؤلاء لهذه القاعدة الفقهية التي عندهم روجوا انهم ورثوا الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لانهم ابناء من؟ ابناء العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله. قاموا روجون الى هذه الفكرة بين الناس. هذه الدعامة الاولى. الدعامة الثانية شنو؟ انهم اهل لرد المظالم. بني أمية نهبوا، هتكوا الحرماء، سرقوا، ونحن بني العباس نرد المظالم. الإمام الصادق استخدم هذا القانون لرد تلك الدعامتين، استخدم هذا القانون، دفع الأعداء بالفضح بالتشنيع. الإمام الكاظم شن حملة واسعة ضد ملك بني العباس وأسقط عنهم الشرعية بفن بدقة. الدعامة الأولى وهي حق العصبة. أكو عندنا روايات كثيرة تتحدث عن هذا المعنى، أن هارون والكاظم عليه السلام دخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال هارون، طبعا هذا يبغي يبين أن إحنا هذه الكلمة ترى ما تضيع على مثل هارون، هذا إنسان خبيث. هذه الكلمة أطلقها أمام جمع وملأ من الناس لكي يبين أنه على حق في خلافته. وإيش قال؟ قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. يبغي يقول شنو؟ أنا خليفة شرعي. يبغي يوصل هالمعنى لكل الناس. والإمام الكاظم كان حاضر، فنظر الكاظم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: السلام عليك يا أبتا يا جدة. شوف بهذه الكلمة طبعا دار نقاش طويل في شرعية خلافة بني العباس على نفس هذا المعنى، تقرأ في محله الرواية الطويلة. هنا الإمام الكاظم أمام ملأ وجمع من الناس أسقط شرعية ماذا؟ بني العباس. افتضح. الرواية الأخرى لرد الدعامة الثانية أنهم يردون المظالم، الرشيد كان، وقيل المهدي في رواية أخرى، كان جالس ويرد مظالم الناس، فدخل عليه الكاظم عليه السلام وقال له: أترد المظالم ولا ترد لنا مظلمتنا؟ يحكي وياه. قال: وما تلك المظلمة يا ابن رسول الله؟ فقال له: فدك. فقال: حدها إلي، يعني أبغي أعرف حدودها عشان أردها إليك أعطيك إياها. فقال له: ترى إذا حددتها ما راح تعطيني إياها. أصر علي. فقال له: حدودها عدنا من جبل أحود وما بعده، الجنوب عدن، الشمال إلى المغرب، و الشرق إلى المغرب، والشمال شنو؟ إلى بلاد ما بعد النهرين. فقال له هارون: ما تركت لنا شيء، ما تركت لنا شيء. قال: ها وش قلت لك؟ لو حددتها لك ما رددتها علي. الإمام شو يبغي يوصل؟ ما يبغي يقول إن فدك هذه كل هذه المنطقة فدك، يبغي يقول: أنت أيها الذي نصبت نفسك لرد المظالم، أنت أو أساساً ظالم. ظالم في شنو؟ في سلبك لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. شفتون واحد اللي يبوق آلاف الملايين وخليها في البنك ويقوم يروج إلى أعمال الخير وأفعال الخير، يبني مآتم ويبني مساجد ومبرات خيرية، خو وش ما سويت أنت وما بنيت الظل بايق؟ خب هذا واضح. الآن أنت أكبر ظالم لأنك سرقت الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وآله وادعيتها لنفسك، فلا بد لك أن ترد هذا الكرسي إذا تبغي ترد المظالم، أولها مظلمتنا. تقول الرواية: فأمر هارون بسجن الإمام وهم على قتله. يقولك من هذا الموقف الثاني الإمام شنو؟ حارب الدعامة الأولى أنهم ماذا؟ حق العصبة، وأنهم يردون المظالم. ثم بعد ذلك
الإمام سلام الله عليه شن حرب. لا تتوقع أن الإمام كان إنسان خاضع خانع، أبدا أبدا. فالظرف اللي كان هو فيه تحتم عليه أن يتحدث بهذا الحديث، أن يتكلم بهذه اللهجة. شن حرب واسعة ضد كل من يتعامل مع الدولة آنذاك. حرمة ما يجوز إليك، ما يجوز إليك تتعامل مع الظلمة، مع الظلمة، مع الفجار، مع الفساق. صفوان الجمال والقضية معروفة، قال له وش أسوي، أنا فقط أؤجر الجمال على هارون علشان يروح الحاج. قال أتقع أيقع كراءها عليه، كراء الجمال؟ قال له بلى. قال أتحب أن يبقون فيكرى إليك من المال؟ قال بلى. ايش قال له؟ قال له خلاص، هذه مشاركة مع الظالم، ما يجوز إليك أنت تعينهم، ومقبول هذا الكلام. خياط دخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه يسأله هل أنا من أعوان الظلمة؟ طبعا احنا لو نقرأ النصوص التاريخية نجد هذا المعنى، مو واقع أو واقعتين، لا، ما يجوز إليك تتعامل مع الظلمة الركون أبدا أبدا. ولعل معظم روايات عدم الركون للظالم صادرة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. روح نقرأ، روح نشوف. خياط يدخل عليه يقول له يا ابن رسول الله هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال ايش تسوي؟ قال له انا اخيط الملابس وياتي هارون ويشتريها. قال له انت مو من اعوان الظلمه، انت ظالم، انت منهم. قال له اما عون الظالم ذلك الذي يبيع لك الخيط والابره. قل هذاك معين للظلمه، لكن انت شنو؟ انت ظالم الى هالدرجه، الى هالدقه. ولهذا كان هنالك تكلف بالتعامل مع الدولة، لدرجة أنهم استجلبوا ماذا؟ استجلبوا ناس برامكة وأتراك في دولتهم. إذا شلون أمورهم تمشي؟ إذا كان أكو عصيان عام قاده الإمام الكاظم عليه السلام. ولهذه هذه كلها أسباب أدت إلى سجن الإمام سلام الله عليه، كلها أسباب أدت إلى سجنه بأبي وأمي. حرمة ما يجوز. بعد وش سوى الإمام؟ دعم الحركات المسلحة الثائرين في تلك في بداية الدولة العباسية. خرج مجموعة ثلة كبيرة من بني هاشم وطلبوا الرخصة من الإمام، فقال لهم اعفوني أنا مو ياكم، لكنه حث الناس على المشاركة وقال من يموت مع الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن الصيب أجره يقع على أجر شهيدي. وراح ويا مجموعة كبيرة من بني هاشم، فقال له يا حسين إنك لمقتول فأحد الضرب فإن القوم فساق. قل أنت مقتول، مقتول خلاص، أنت رايح إلى مصرعك، فإذا واجهتهم حد الضربة وقع فيهم فإنهم قوم فسق وفجور. هذا الإمام الكاظم عليه السلام. لا تتوقع أن الإمام كان مهادن وفي حالة تقية شديدة، لا، الإمام قاد الثورة ضد أولئك الظلمة بأسلوب جديد ما عهدوه من آبائه. أمر جديد كان عليهم. هارون استغرب من هذا الموقف الشجاع، وش سوى؟ قال يلا الآن نقوده إلى السجن. خلاص، هذه إشارات إلى ماذا؟ إشارات وتهديد للملك، ملك بني العباس. شوف الإمام استخدم هذا القانون ليش؟ لحرمة، حرمة التعامل مع الظلمة، مع الفسقة، وتعينهم بأي شيء ما يجوز إليك. استخدم قانون شنو؟ الدفع، دفع الأعداء. خلاص، وبين هذه الرسالة لكل الناس، لكل العالم. اجلك واحد يشكل يقول اكو هنالك اصحاب الامام الكاظم كانوا يشتغلون في الدولة، نفس الشيء، هذا جذب منفعة بظروف معينة لمصلحة معينة. اجلك عالم بلاط ما يعرف كوعة من بوعة وما يفيد الناس ويقف بجانب الظلمة، وش تقول له؟ يقول له والله علي بن يقطين اكو، انا اقتدي بسيرة الامام الكاظم عليه السلام واصحاب الامام الكاظم. انت ما تدري اي شيء اساسا،
ما تعرف يعني شنو علي ابن يقطين أو غيره من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أنت شو تسوي؟ تجلب منفعة؟ والله المنافع ما تأتي إلا لك، والمفاسد كلها على الشعب. هذا التعبان، هذا الفقير، وتقول لي أجلب منفعة؟ لا أبدا. خلينا نكون دقيقين أيها الأحبة، متى نستخدم الدفع ومتى نستخدم الجذب؟ حبسوا الإمام الكاظم، استخدم قانون الجذب لمن؟ للسجانين. الإمام سجن في المدينة، سجن في البصرة، سجن في بغداد. يدخلون عليه جارية، جارية يدخلونها عليه، وإذا بها عابدة زاهدة طول الليل ساجدة، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبوح قدوس. يبغون يثيرون الإمام، وإذا بها تتحول من تلك الغانية صاحبة الفجور إلى عابدة زاهدة. هذا شنو؟ هذا الجذب الذي في محله. ودها إلى هارون، وش صاير؟ قال ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، انت دخلني على مين؟ دخلني على أعبد العباد، صائم النهار وقائم الليل إلى سجدة طويلة ما يقوم منها، كأنه خرقة مطروحة على الأرض. تبغيني أغويه؟ لا، هو الذي هداني إلى الصراط المستقيم، جذبها للحق. يأمر السجانين هارون بقتل الإمام الكاظم سلام الله عليه، احذهم وهددهم وما يقبلون، قالوا ما نشوف منه إلا الخير، هذا عابد زائد صاحب سجدة طويلة وتأمرنا بقتله؟ أبدا، ما قبل ولا واحد منهم قبلها إلا ذلك اللعين السندي ابن شاهك، لعين من اللعلة، خبيث من الخبثة، أشقى الورى في أهل زمانه. سجن السندي بن شاهك، نقرأ التاريخ، هو سجن انفرادي تحت الأرض، يعني لازم ننزل تحت الأرض علشان ندخل السجن. ثم في نفس تلك البقعة هنالك ماذا؟ طامورة تحت الأرض، قيل 100 درجة تحت الأرض، كان ضيق، حبس فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولا يعرف نهارا من الليل أبدا، صايم بأبي وأمي، قائم، حتى دفع هارون إلى السندي رطب مسموم، وقال له اطعمه لموسى بن جعفر، قدمه إلى الإمام، أكل منه رطبا، قيل 9 رطبات، وإذا بالمواسي تقطع أمعاءه، حرارة تشتعل في جوفه، وقد جمع السندي بن شاهك الأعيان، أعيان بغداد، وأدخلهم على الإمام، ها أدخلهم على الإمام، قال لهم شوفوها، أكو إشاعات خارج السجن أن الإمام يموت مسموم، ما بشيء. فقال لهم اشهدوا بأني قد قتلت مسموما بالرطب، فأخرجهم السندي. أكو عندنا رواية لا تقول ابن سويد بطريقة معينة دخل على الإمام قبل وفاته بأيام، يدخل عليه في تلك الطامورة المظلمة، وإذا به يسمع أنين وحنين وبكاء وعويل ودعاء، إلهي لطالما سألتك أن تفرغ لي دارا لعبادتك وقد فعلت، يحمد الله، ثم يقول يا مخلص الجنين من بين رحم خلصني من سجن هارون، يا مخلص اللبن من بين رفث ولحم خلصني من سجن هارون. ويسمع السلسلة ابن سويد تتحرك، وين ما يتحرك الإمام مكان مظلم، وهو ينزل على الدرج كأني به يرى النور يشع من جبينه بأبي وأمي. قام يبكي ابن سويد، يبكي على حال الإمام،
يقول له يا ابن رسول الله أراك مقيد متى الفرج؟ إمام فجعني حز قيدك والسلسلة اللي ترض إيدك يمت الفرج عيدي وعيدك كل شيعتك والله تريدك يا مولاي. فينظر إليه ابن سويد يراه بحالة عجيبة يراه مغلل بالأقياد وثقل الحديد يبكي على حاله. ينظر إليه يقول له يا ابن سويد لا تعجب إن الأقياد ليست جديدة علينا. قل له ودمع العين بداد ليزداد حزنك بس ليزداد أنا قبلي سبقني زين لعباد دار وبه من بلاد لبلاد متى الفرج سيدي؟ يقول له يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. يقول ابن سويد خرايت فما بقى بيت في بغداد إلا طرقته وبشرتهم بخروج الإمام. يوم الجمعة على جسر الرصافة اجتمعت الشيعة نعم بقوا ساعات وإذا من بعيد جنازة على حمامي الأربعة. يلا إلى بغداد رحم الله من نادى وإماما وسيداه ما خلف وعد صاحب السجدة الطويلة جاهم جنازة من السجن جثين حيلة سلسلة بإيده وسلسلة حزت رجوله وغلال في حلقاه يا ويلي وفوق لمتو. يلا صرخة نادي وإماما وسيداه. استغربت الشيعة من هذا المحمول على تلك الجنازة ومن يحملها يحملها حمامي الفساق فجار. والمنادي ينادي أي والمنادي ينادي من أراد التفرج على إمام الرافضة التي تزعم أنه لا يموت. فها هو مات حتف أنفه جعلوه بين مفترق طرق اجتمعوا عليه صاروا ينظرون إلى وجه الإمام وقد فارقت روحه بدنه. أين المنادون وإماما؟ يلا تبغي تخبر بني هاشم توصل إليهم الخبر في المدينة. يا طار شل طيب بعجل روح وانخل هواشم والطمو نوح قلهم دمع العين مسفوح موسى بجسر بغداد مطروح موسى بجسر بغداد مطروح. وإماما هذا عمدكم لا تخلوه جيبوا سدر وبجفن لفوه وبدمعة العينين غسلوه فوق العناق اليوم شيلوه فوق العناق اليوم شيلوه وسط القلب يا الأهل دفنوه. يلا قولها وسط القلب يا الأهل دفنوه. هذا الذي طيل بسجوده وضيف سعيد بفضل جوده والله قضب رجله حديده
والسلسلة ترفل بإيده، أين المنادون وإماما؟ واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمع، ذاك متشمت وهذا فوق خده مد، والجنازة والقلب على حمامين فوق ذاك الجسر مد، ومهجتك يا مرتضى وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبي، رفع شفه وشمه وارتفع من النحي وقال هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب، كان تسأل عن سبب موته ترى بالسم قضى، اصرخ ونادي وإماما. يلا صوتك وياها حافظ هالأبياتها، صفق شفينا وزفر والجيب من مزق، وقال هذا من عشيرة والعشيرة مفرقة، قال هذا من عشيرة والعشيرة مفرقة، ويلت شتت ووضحت منازلهم خلية مغلقة، ليت يحضر ليشيل جنازة عزيز الرضا، يا خلق شفتوا جنازة بالحديد بكي، يا علي يا علي يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيد على حمامي الأربعة وتبكي لحالة العيد، حول سليمان صارخ من سمع ذاك وقال خبروني اش صاير ضاق برحب الفضاء، جابوا إلى جابوا إلى كفنها مكتوب عليه القرآن كله، لفوا الإمام بها ونادى المنادي من أراد تشيع الطيب ابن الطيب، ها قد رفعت جنازته احتشدت الشيعة، هذا يلطم على صدره وهذا يلطم على رأسه، والمنادي ينادي وإمامه وسيداه، ما حل مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كشفين الراس جملة من الشرى سود الأعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم طلطمل على إمام ميت بالسجن ما حد غمض. يلا يقول هالبيت ها تنتظره من سنة إلى سنة، وعن غريب الغاضرية وين راحت شيعة، اصرخ ونادي وحسين، عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته، ليت حضرة ولا قبل ما ترض العوادي جثت، بعد يا شيعة بعد، وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته، مؤمن مؤمن بيا حالة جنازة الحسين، ها جنازته فوق الصعيد مرضضة، صرخ ونادي وحسين، شحال الزهرة في هذه الليلة وهي تعاتب الطامورة، تقول يا طامورة السندي ما رحمت الحال وخليت الدمع بالخدين سيال، قضى عندك ترى واحد من الآل وظل النعش مرمي والله من شال، وويلي وويلي
ترد عليها الطامورة يلا ها اسمع اسمع. اردت عليها الطامورة بالحسرة قضى مسموم عندي بالله يا زهرة لكن ما بيبقى على الغبرة ولا بنعال بيدوس على صدره وحسين والله يا زهرة مصيبة ولادك فجيعة كلها سببها كسرة ضلوعك يا وديعة واحد يدفنون بقبر ويا رضيعة واحد رمي على الجسر والناس يبجو يلا اسمع اسمعها. وهلي كسر منك بدال الضلع ضلعين كسر بخيل الأعوجية ضلوع الحسين يلا سمعني ونتك يا حبيبي أبيات الدعاها. وهلي كسر منك بدال الضلع ضلعين كسر بخيل الأعوجي ضلوع الحسين وهلي هتك خدرك هتك خدر النساوي إن وكل المصايب عن مصيبة كربلته ولا تحسبون للرضا في طوس ولا إلى بغداد ما رحتوا تعال أنا كلهم عليهم نوحت والجيب وعظم علي لون عناعي على حسن أصرخ ونادي وإماماً